نعم، الشيخ أو سيد هاشم صفي الدين يكون هو بن خالد أمين عام حزب الله حسن نصر الله، وهو رئيس نعم المجلس التنفيذي في حزب الله، وأيضا عضو المجلس الجهادي. المجلس الجهادي بيكون مكون من أمين عام حزب الله، ومن رئيس المجلس التنفيذي، وأيضا من مستشار، ومن قائد النخبة وحدة الرضوان، ومن رئيس الأركان تبع حزب الله، وأيضا من قائد العمليات. فبالتالي هؤلاء كلهم قتلوا يعني. فبالتالي اليوم ما صارت يعني تقف عند هذا الشخص أو ذاك يعني. صراحة اليوم نعم اليوم الموضوع في تفريغ قيادة من الصف الأول، من الرعيل الأول الذي أسس حزب الله، لن يوجد أحد منهم في قيادات عندها خبرة وميدان. نحن نعرف أنه ممكن يجي أكيد بديل، بس لكن اليوم يعني اليوم يوجد كان شبكة كبيرة منسجمين مع بعضها البعض، يعملون من أكثر من 20-25 سنة، لهم قدرات عسكرية وخبرات، ولهم علاقات مع الإيرانيين. فبالتالي عندما اليوم يقتلوا جميعا، فبالتالي سوف تنعكس. وما تنسي اليوم كمان يعني كان في عندهم عراب القتال يعني بالسابق، أو الأب الروحي كمان لهم عماد مغنية وغيره، كلهم قتلوا يعني. فبالتالي تعرضوا يعني حزب الله تعرض لاستهداف يعني من تاريخيا. اذا بدك تقولي انت كيف بهذه التصفيه اللي صارت، نعم ممكن اول ميليشيا تاريخيا بتتصفى بهذه الطريقه صراحه، بطريقه انه يكون في اهداف دقيقه مع دوله اسرائيليه يستهدفون قادتها. يعني عن جد في شيء ما بيتصدق كيف عم يتم استهدافه من قبل الدوله الاسرائيليه. يعني في جواسيس وفي عملاء وفي قدره تجميع الداتا من العدو الاسرائيلي، وايضا في عنده كمان ذكاء اصطناعي وفي تكنولوجيا يعمل بها اليوم. يعني بدنا نحكي الامور مثل ما هي، اليوم العدو الاسرائيلي يمتلك التكنولوجيا اللي توجد في المنطقه كلها، وايضا هو يعني بيعطي كمان بعض البرامج التكنولوجيا الى الولايات المتحده الامريكيه. فبالتالي المعركه غير مكتفه نعم، يعني ولكن سيد طارق، متكافئه مع يعني بعض. تعقيبا على ما تتحدث به، أيضا صحيح إسرائيل ليست عاجزة أن تجند عدد كبير من الجواسيس في أي قيادة هي تريد أن تستهدفها، وهذا الحكي تمثل يعني فيما جرى الآن وبالأمس، وما جرى أيضا من تفجير لأجهزة البيجر وغيرها الكثير من الاستهدافات. لا بالحقيقة يعني اللي عم يصير يعني ما حدا بيعرف كيف العدو الإسرائيلي كيف كان عم يشتغل أمنيا. بفترة الهدوء لحزب الله وكان بسوريا وكان عاطي ظهره لجبهة الشمال، وكان يعني بيعتبر نفسه أنه مرتاح في لبنان، كان العدو الإسرائيلي عم يشتغل بصراحة بأسلوب متقدم جدا، وقدر ينتصر على حزب الله من خلال الاستهدافات والبونج الأهداف. يعني كان باعتقاد العدو الإسرائيلي عم يجمع عدد من بونج الأهداف من القدرات الخاصة اللي عنده، وقدر ينفذها في الوقت المناسب، ومن أجل هيك يعني سقط حزب الله في الشبك الأمني الإسرائيلي، وسقط أيضا في الاستهدافات الأمنية الإسرائيلية، وآخرها يعني هذا المقر العام الذي لا يخطر على بال أحد. يعني هذا المقر يمكن أنا بقول لك بالمستقبل سوف يعملوا عليه يمكن روايات ومسلسلات، لأنه بالحقيقة يعني العالم كلها كانت العالم بأسره منتظر، كان منذ الصباح الباكر بإعلان عن هل استهدف أمين عام حزب الله ولا لا. بالتالي ما كان حزب الله كان دائما مثير لشكوك ولا الأقوال ولا التأويل ولا تخمين، فلأنه ما كان حدا يعرف، كان يقولون الضحية لكن ما في شيء كان مؤكد. أما أنه يكون على يعني منذ الضحية إلى طرف مخيم برج براجني يعني ما بعد الضحية، هذا يعني بصراحة شيء مثير للاهتمام، لأنه يعني تحت الأرض بخمسين ستين متر مجموعة كبيرة من الناس موجودة تخطط، مثير للجدل صراحة، مثير للاهتمام.